السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور محمود سويلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض منهج السيكاتري الطب النفسي بطريقة سهلة تقدروا تفتكروها. بس في حاجة في البداية أحب أجاوب عليها، بيوصل لي كتير سؤال على الإيميل أو على الفيسبوك بخصوص اللي قلته في شرح الدرماتولوجي، إزاي قدرت أخلص البطنة خلال 10 ل 12 يوم مراجعة. انت متخيل ان كل 12 يوم بتخلص البطنة؟ يبقى اكيد كان في حاجة مسهلة الدنيا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نزلت كتب نظري بطنة فيها كل المميزات والطرق اللي هتساعدك ان شاء الله انك تخلص دراسة البطنة خلال 12 يوم ويمكن اقل ان شاء الله. بص معايا على الكتب المتاحة الحمد لله دلوقتي في المكتبات ونزلتها. اولا هي الموست ابديتد، تمام، واكزام اورينتد، وفيها اسئلة الام سي كيوز والكيزز والريتن كويستشنز. دلوقتي انا عايز اذاكر حاجة بطريقة سهلة وافتكرها، لازم تتوافر فيها 3 شروط. اول حاجة لازم افهمها كويس جدا جدا جدا. تاني حاجة كل ما كانت illustrated وفيها جداول ورسومات هتسهل عليا ان انا افتكرها. تالت حاجة التكرار، يبقى الفهم الرسومات والجداول والتكرار، وده اللي انا راعيته في كتبي الجديدة. الرسومات ربنا مدينا نعمة كبيرة جدا 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 اسمها الفوتوغرافيك ميموري، لان هو ده اللي انت بتفتكره، والجداول بتجمع لك المتشابهات مع بعض. تخيل انت لو بتذاكر الاريثمس كل اريثميا لوحدها هتبقى صعبة جدا، تخيل لو بتذاكر الانيميا كل انيميا لوحدها هتبقى حاجة تلخبطك، لو بتذاكر الانفكشن كل حاجة لوحدها مش هتفتكرهم، حاجة صعبة جدا. فالحمد لله كتب النظر بتاعتي هتلاقي فيها جداول مجمعة فيها الحاجات دي، وهتسهل لك كتير قوي ان شاء الله في الفهم والحفظ والاسترجاع. انت بتكتشف اخر السنة انك محتاج مصدر لكتب النظري فيها الرسومات والجداول واسئلة الامتحانات، فالحمد لله وفرت لك الوقت والمجهود ونزلت لك كتب نظري بهذا الاسلوب زي ما انت شايف في الفيديو. حاجة تانية الطلبة بتقع فيها احب اوضحها، البطنة مش 4 ميجور برانشز بس زي الكارديولوجي والشيست والابدومين والنيورولوجي، البطنة حوالي 12 كتاب. ما ينفعش مذاكرتي ان انا اركز على شابتر كبير جدا 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 زي الكارديولوجي واهمل الباقي زي النفرولوجي، مع ان الاتنين ممكن يكونوا نفس بعض في الدرجات. فهتلاقي الحمد لله كتبي النظري في البطنة معمولة بطريقة عملية وسهلة، ومعمولة في 4 كتب تلملك الدنيا جدا، شابتر كبير مثلا زي الكارديولوجي مع شابتر صغير زي النفرولوجي، شابتر محتاج مجهود كبير زي الكارديولوجي مع شابتر محتاج مجهود متوسط زي النفرولوجي. ولازم تذاكر كده علشان ما تكتشفش ان في 4 كتب بطنة في اخر السنة انت لسه ما فتحتهمش، والاتنين بيبقوا اولموست نفس الدرجات. حاجة تالتة، يعني ايه الكتب اكزام اورينتد؟ دلوقتي انت طول السنة بتذاكر وتيجي تحل اخر السنة اسئلة الامتحانات سواء كيزس او ام سي كيو او ريتن كويستشنز او الاورال كويستشنز المتجمعة، تحس ان في معلومات جديدة عليك مضطر تزودها، وانت خلاص في اخر السنة تعبت خلاص مش قادر. الحمد لله راعيت النقطة دي وحطيت لك المعلومات في الكتب النظري بحيث وانت بتحل سواء بقى الكيزز او الام سي كيو او ريتن كويستشنز مجرد بتختبر المعلومة اللي في دماغك، مش بتحط معلومة جديدة. حاجة اخيرة، الكتب مش ناقصة حرف عن منهجك. في بعض من الطلبة بيبعت لي بره مصر ويسألني عن الكتب النظري الجديدة اماكن التوزيع والبيع بتاعتها. ان شاء الله هحط لك صورة فيها مراكز التوزيع خارج مصر، اتصل بيهم واطلب منهم الكتب النظري او العملي او الباراكلينيكال ديرما او السيكاتري. وبالنسبة للاطباء اللي خارج القصر العيني هكتب برضو المحافظات اللي متوافر فيها الكتب وتقدر تطلبهم منها. بالمناسبة الشرح بتاعي بحطه على اليوتيوب تشانل، فتقدر تتابع اي جديد هحطه ان شاء الله على اليوتيوب.
دي الكتب الحمد لله اللي نزلتها في البطن النظري، وزي ما انت شايف قدامك الكتاب الكارديولوجي محطوط مع النفرولوجي زي ما قلت لك، لان هتكتشف ان النفرولوجي اولموست نفس الدرجات، هتلاقي شابتر كبير محتاج مجهود كبير مع شابتر متوسط محتاج مجهود متوسط، وهو ده اللي انت هتتبعه طول السنة. وزي ما انت شفت في الفيديو اللي من شوية الكتب فيها صور عملت خصيصا للكلام المكتوب بحيث انك تفتكر الكلام، مش مجرد اي صورة كده محطوطة وخلاص. في نقطة احب اوضحها في شرايط الدرماتولوجي بتاع الشرح مع السي في، انا جددت الشرايط الحمد لله، فانت لو بتسمع في اي مكان على شرح على الكتاب كده فاعرف ان دي الشرايط القديمة، الشرح الجديد بيكون على الباوربوينت بالمنظر ده تمام، وحاطط فيها اسئلة الام سي كيوز والكيزز والريتن كويستشنز والحاجات المهمة، فده لان الواحد لازم يكون ابديتد، فده الشرايط الجديدة. واي حاجة جديدة بنزلها على اليوتيوب تشانل بتاعي، ودي اللينك بتاعها. دي مراكز التوزيع بالنسبة للطلبة اللي خارج القصر العيني في مصر، اللي تقدر تطلب منهم الكتب وهي متوفرة الحمد لله هناك. ودي مراكز التوزيع للطلبة اللي بتبعت لي بره مصر وبتسأل على يقدروا يحصلوا الكتب ازاي. إن شاء الله بإذن الله هنكمل النهاردة الجزء الثاني من السايكاتري ميد إيزي. الحمد لله خلصنا الجزء الأول اللي هو عبارة عن السايكاتريك سيمتومز أند ساينز، وما ينفعش تسمع التسجيل الثاني ده إلا لما تسمع التسجيل الأولاني. التسجيل الأولاني هتلاقيه على اليوتيوب تشانل وده اللينك بتاعها، أو بيكون نزل على الفيسبوك بيج بتاعتنا وده اللينك بتاعها، وهحطه في الكومنتس تحت الفيديو ان شاء الله. مهم جدا 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 تكون سمعت شابتر الانترودكشن، لان اي شابتر بعد كده في السيكاتري باذن الله هيعتمد على السيكاتريك سيمتومز اند ساينز. وزي ما انت هتشوف معايا هقعد اشرح اكسبريشنز قلناها في السيمتومز اند ساينز، وانت لو ما سمعتهاش او مش فاهمها صعب جدا ان الشابتر ده يكون سهل بالنسبة لك. النهاردة باذن الله هنشرح مع بعض المود ديسوردرز تمام، واحب ابدأ بسؤال ايه الفرق ما بين المود والافكت. تقدر تجاوب على السؤال ده بكل سهولة جدا 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 لو كنت سمعت الشرح الاولاني بتاع السيكاتريك سيمتومز اند ساين. النهاردة باذن الله عشان ما نضيعش وقت مش هقعد اعيد الكلام اللي انا قلته في السايكاتريك سيمتومز اند ساينز، وهبدأ في الموضوع على طول. المود ديسوردرز بنقسمها او بتبقى كاتيجورايزد لثلاثة ميجور ديسوردرز، هو ديبريسيف ديسوردرز ولا بايبولر ديسوردر ولا على حسب في ايتيولوجي واضح وصريح. الديبريسيف ديسوردرز بنقسمه لميجور ديبريسيف ديسوردر والديثايميك ديسوردر، والبايبولر بنقسمه تايب 1 وتايب 2 وسايكلوثايميك ديسوردر. الايتيولوجي يا اما يكون سبستانس انديوسد موتور ديسوردر او مود ديسوردر نتيجه ميديكال كونديشن. يعني ايه الكلام ده؟ ديبريسيف ديسوردر وبايبولر هنشرحهم بالتفصيل، ولكن ممكن عيان بياخد عنده بيعمل دراج ابيوز او بياخد اي دواء زي مثلا الاورال كونتراسبتيف بيلز، كورتيكوستيرويدز، البنزودايزيبينز، الباربيتريتس، الاوبيويدز، كل ده ممكن تعمل لك ديبريسيف ديسوردر او بايبولر ديسوردر. عيان تاني ممكن يبقى عنده ميديكال كونديشن
ميديكال ابنورماليتي، زي مثلا ممكن تكون سيستميك لوبس اريثروماتوزس، عيان عنده ستروك، عيان عنده مالتيبل سكليروزس، تيومر، سيفيلس، الديمنشا، ميتابوليك ديس اوردرز ان ذا فورم اوف هيباتيك ديس فانكشن، رينال، ادرينال، ثايرويد ديس فانكشن. كل دول ممكن يعمل لك ديبريسيف ديس اوردرز وبايبولر ديس اوردرز. يبقى احنا عندنا تو ميجر كاتيجوري، الديبريسيف ديس اوردرز والبايبولر ديس اوردرز، واتفقنا يا اما دواء يا اما مرض طبي ممكن يعمل لك مود ديس اوردر. المود ديس اوردرز ده most common diagnosis in psychiatry، وده من نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان تقدر تشخصه، تمام. والبروميننت فيتشر بتاعته هيحصل فيه disturbance of mood. ما هو disorders في المود يبقى disturbance of mood، تمام. disturbance of mood in the form of ايه؟ احنا شرحناها بالتفصيل في psychiatric symptoms and signs. هنتكلم على القائمة الاولى من الامراض اللي اسمها major depressive disorder او unipolar depression. ليه سموها unipolar depression او اكتئاب احادي القطب، عامل زي البطارية، البطارية ليها plus وماينس؟ لا، هنا هناخد الجزء الماينس فقط، ان العيان عنده شعور واحد غالب وهو الدبريشن، عشان كده سموه unipolar depression. الميجور depressive disorder او unipolar depression ده قصة طويلة جدا جدا، هنبدأ نحكيها مع بعض. ايه اسبابه؟ قال لك في بيولوجيكال فاكتور وسايكولوجيكال فاكتورز او سايكوسوشال فاكتور. البيولوجيكال فاكتور قال لك في اسباب جينيتك بتحصل في المونوزايجوتيك توينز، تمام، اكتر من الدايزايجوتيك توينز، تمام. ده الميجور ديس اوردر. قال لك برضو ان العيان اللي ممكن يكون اهله عندهم ديبريشن هو برضو وارد جدا جدا يجيله ديبريشن. تالت ثيري من البيولوجيكال فاكتور قال لك في تو ديستربنس، في اول حاجه في النيورو ترانسميترز او النيورو كيميكالز، بيحصل ديسفانكشن في السيروتونين والدوبامين سيستم. تاني حاجه نيورو اندوكراين سيستم، شايف الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس ده، العيانين دول بيبقى عندهم هايبر اكتيفيتي اوف هايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، لدرجه ان هو بيطلع كورتيزول كتير فيعمل لك ديبريشن ويقلل الاميون سيستم. فده اول نظريه من البيولوجيكال فاكتورز. بعدين خالص في العلاج هتعرف ان الانتي ديبريسن ثيرابي والالكترو كونفالسيف ثيرابي هدفها انها تعالج البيولوجيكال فاكتورز. طيب السايكولوجيكال فاكتورز او السايكولوجيكال ثيريز تنقسم لاربعه ثيريز. اول ثيري انتربيرسونال لوسس، وتاني واحده امبيرد انتربيرسونال ريليشن، وديستورتد ثينكينج، وليرند هيلبلسنس. يعني ايه الكلام ده؟ الانتربيرسونال لوسس ده طفل تعرض لسايكولوجيكال تروما في صغره، وليكن مثلا والدته توفت، فهو في سايكولوجيكال تروما، وكل ما بيكبر السايكولوجيكال تروما دي مضايقاه فتخليه يكتئب. تاني حاجة impaired interpersonal relation، زي الأب والأم دول اتطلقوا، فالولد بقى عايش في بيئة غير مناسبة، في negative life events حصل في حياته، فهو ده اللي مضايقه. تالت حاجة distorted thinking، في تفكير خاطئ، الولد عنده نظرة سلبية، النظرة السلبية دي ممكن يكون الأهل هم المسؤولين عنها، عنده نظرة سلبية لنفسه، للآخرين، للعالم، كل ده بيولد مشاعر سلبية. learned helplessness ده معناها ان الولد اهله معلموهوش وهو صغير ازاي يعتمد على نفسه، او ازاي يتعامل مع ضغوطات الحياة، او ازاي يتعامل مع المشاكل، فمع اي مشكلة بتحصل له بيكتئب. وزي ما احنا شفنا معظم الحاجات دي كلها psychological، فلما اجي اقولك في العلاج psychological factors او psychological theories هعالجها بايه؟ هعالجها بالسايكوثيرابي، تمام؟
يبقى تاني الاكتئاب في منه اول نوع الديبريسيف ديس اوردر، تمام، اللي هو الميجور ديبريسيف ديس اوردر، اليوني بولر ديبريشن. قلنا البيولوجيكال فاكتورز بتحصل في المونوزايجوتيك توين اكتر من الدايزايجوتيك، ولو العيله نفسها مكتئبه ده هينتقل لاولادهم، وفي نيورو كيميكال او نيورو ترانسميتر ديسفانكشن في السيروتونين والدوبامين، ونيورو اندوكراين سيستم هايبر اكتيفيتي في الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، ودي ما اقدرش اعالجها بعلاج نفسي. هو العلاج النفسي طب السايكوثيرابي هيساعدني، ولكن لازم استخدم ادويه وحاجه اسمها الاي سي تي هنعرفها بعد شويه. السايكولوجيكال ثيريز قلنا الانتربيرسونال لوسس اللي هو الايرلي تروما في التشايلد هود اتعرض لها، والامبيرد انتربيرسونال ريليشن ده نيجاتيف لايف ايفنتس حصلت له، والديستورتد ثينكينج النظره السلبيه اللي مأثره عليه، والليرند هيلتلسنس ما تعلمش ازاي يتعامل مع ضغوطات الحياه، وكل ده اقدر اعالجه بالسايكوثيرابي. طب احنا عرفنا الاسباب، انا عايز اقول لك لما شرحنا في السايكاتريك سيمتومز اند ساينز قلنا الموست كومن ديس اوردرز، وكان من ضمنهم الدبريشن لو تفتكر، تمام. في حاجه اسمها لايف تايم بريفالنس، دي معناها ايه؟ يعني الناس مش يعني لو جبت 100 واحد من كل 100 25 واحد ممكن يجيله الميجور ديبريشن. الفيميل بتبقى اكتر، والانسيدنس او البيك ايج بتاعها بيكون من 20 ل 40 سنه. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر اوف ميجور ديبريسيف ديس اوردر او اليوني بولر ديبريشن؟ واحد عنده ميجور ديبريسيف ديس اوردر يبقى لازم يكون ديبريسد مود، تمام، لازم يكون مكتئب، لازم يكون مكتئب معظم اليوم او ايفن حتى كل يوم، يبقى اول شرط ديبريسد مود. او انهيدونيا، فاكر الانهيدونيا لما قلنا انها في السايكاتريك سيمتوم اند ساينس، عشان كده بقول لك ان ده شابتر مهم جدا جدا جدا، لازم تسمع الشريط الاولاني. انهيدونيا لما شرحناها قلنا يعني نون، ودونيا يعني الدنيا، يبقى لا للدنيا يعني لوس للانترست للاول سيفرال اكتيفيتيز اوف ذا لايف. العيان مش عايز يعمل حاجه، فقد اهتمامه وشعوره باي حاجه في الحياه انه يعملها. يبقى اول كرايتيريا ان انا اشخص العيان ده انه عنده ميجور ديبريسيف ديس اوردر، انه يكون عنده ديبريسد مود او انهيدونيا على الاقل لمده اسبوعين. ما هو مش اي حد هيكتئب يوم يومين هقول عليه اكتئاب، يبقى لازم على الاقل اسبوعين، بلس اكتر من او يساوي من الخمسه سيمتومز اللي هنقولهم بعد شويه انكلودنج دي، يعني دي شرط اساسي تكون موجوده مع خمسه او اكتر من التالي من اللي هنقولهم بعد شويه. وما ننساش ان الديبريسيف ديس اوردرز ممكن تحصل سكندري لميديكال كونديشن او سبستانس ابيوز، ولازم احطها في الديفرنشال دايجنوزيس اللي هي اول حاجه اللي قلناها الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن، ان ممكن عيان بيكون بياخد دواء، تمام، او عيان عنده مرض ميديكال. يبقى وانا باخد هيستوري من عيان عنده ميديكال ديبريشن، عنده ميجور ديبريسيف ديس اوردر، اقول له انت بتاخد اي ادويه، واعمل له الادويه، اقول له بتاخد مثلا ستيرويدز، حضرتك بتاخدي اورال كونتراسبتيف بيلز، حضرتك بتاخد بيتا بلوكر، حضرتك بتاخد اوبيويدز، حضرتك بتاخد بنزودايزيبينز، باربيتريتس. يبقى سبستانس انديوسد مود ديس اوردر لازم اعمل لها اكسكلوجن. تاني حاجه نتيجه ميديكال كونديشن، ما ممكن العيان ده يكون عنده هيباتيك فيلير مثلا، ممكن يبقى عنده رينال فيلير، ادرينال فيلير، ثايرويد ديسفانكشن، ممكن عيان يكون عنده ديمنشيا، نيوروسيفيلس، تيومر، مالتيبل سكليروزس، اس ال اي، ستروك، حاجات كتير جدا. يبقى الكلينيكال بيكتشر والكرايتيريا قلنا لازم يكون
اكتر من 5 سيمتومز من التاليين اللي هنقولهم، وفيهم الديبريست مود او الانهيدونيا على الاقل لمده اسبوعين، واعمل اكسكلوجن للسكندري كوزز سواء مواد او امراض طبيه. ايه هي السيمتومز؟ قلنا ميجور ديبريسيف ديس اوردر، قلنا اهم سيمتوم ديبريست مود او انهيدونيا لمده اسبوعين. شايف اهو الراجل ده مكتئب ازاي؟ ديبريست مود يعني يا اما معظم اليوم او ايفن حتى طول اليوم. وده بص الراجل اصحابه بيلعبوا ازاي وهو مش مستمتع. انهيدونيا لوس للانترست للاول سيفرال اكتيفيتيز اوف ذا لايف. تمام، لازم واحده من الاثنين دول لمده اسبوعين مع اللي جايين دول. يا اما المكتئب ده ممكن ما يعرفش ينام، وفي ناس لما بتكتئب بيجي لها هايبرسوميا، يبقى يا اما انسوميا يا اما ايه هايبرسوميا. في ناس لما بتكتئب ما بتاكلش لوس اوف ابيتايت، وفي ناس لما بتكتئب بتاكل كتير جدا. في ناس لما بتكتئب بيحصل لها سايكو موتور ريتارديشن او ايفن البعض بيحصل له اجيتيشن. يبقى اول ثلاثة دول فاريابل في العيانين، ممكن واحد ما ينامش، ممكن واحد ينام كتير جدا، ممكن واحد ياكل وممكن واحد ما ياكلش خالص نفسه مسدودة مكتئب، ممكن واحد تلاقيه كده مش عايز يشتغل، مش عايز يتحرك، مش عايز يروح الشغل، مش عايز يبقى productive، وممكن واحد تلاقيه من كتر ما هو عايز ينسى الاكتئاب بيدفن نفسه في الشغل. السيمتومز الرابعة، ممكن تلاقي العيان low energetic low activity ما بيشتغلش وبيبقى دايما بيلوم نفسه، عنده guilt sensation و feeling of worthlessness. العيان حاسس انه حاجة صغيرة، لا يشعر بقيمته، حاسس انه ولا حاجة. واخر symptoms poor concentration. يبقى عشان اقول the major depressive disorders لازم على الاقل اسبوعين من ال depressed mood او الانهيدونيا مع symptoms دول، تمام، ولازم يكونوا اكتر من او يساوي 5 symptoms. العيان برضو ممكن يجيله من ضمن السيمتومز حاجة اسمها cognitive misinterpretation، يعني العيان بيبص على الجانب السلبي من الحياة. يعني انت تقول له انت عندك نص الكوباية مليان، هو يقول لك بس النص التاني فاضي، فهو بيبص للأمور بالنظرة السلبية، بيشوف الأمور بالnegative aspect of the life. اخر حاجة ممكن العيان من السيمتومز بتاعته سوسايد، ينتحر. من كل 100 عيان 15 عيان بينتحر، 15% من الميجور ديبريسيف ديس اوردر بيموتوا عن طريق السوسايد. وتفكر وتشك ان العيان ده اكتر من غيره انه ممكن ينتحر لو عنده انكزايتي او انسوميا، تمام، او بيستخدم دراج او سبستنس ابيوز، او بيحس ان هو لا قيمة له، او بيتجيله الافكار، او حاول قبل كده، او حد من عيلته انتحر. من ضمن السيمتومز اللي ممكن تيجي للعيان سايكوتيك فيتشرز، بمعنى ان عيان ممكن يكون مكتئب وطول اليوم متضايق وعنده انهيدونيا وما بيخرجش وما بينامش الليل سهران وما بياكلش وما بيروحش الشغل ومش حاسس بقيمته وحاسس بالذنب ومش مركز في شغله، وهو في ظل هذه الاكتئابات في ظل هذا الاكتئاب يجيله افكار انه هو سايق يعمل حادثة ينتحر، انه يقف في البلكونة ويرمي نفسه. في ظل هذه السيمتومز دي كلها يسمع اصوات خيالية auditory hallucinations تقول له قوم يلا اقتل نفسك، قوم يلا انتحر، قوم يلا اعمل كذا، قوم. ده الاوديتوري هالوسينيشنز. فالعيانين دول ممكن يكون عندهم سايكوتيك فيتشرز زي الديلوجنز او الهالوسينيشن، وفي الغالب بتكون مود كونجرينت، تمام.
احنا شرحناها، قلنا المود كونجرنت والمود انكونجرنت بالتفصيل في السايكاتريك سيمتومز اند ساين. واكتر ديلوجن بتيجي للعيان، اكتر فيكسد فولس بليف بتيجي للعيان، اكتر معتقد ثابت خاطئ لا يتغير بيجي العيان هو الديلوجن اوف سين او الجلد. العيان دايما بيلوم نفسه على كل صغيره وكبيره في حياته. تلاقي ايه يجيله كده معتقد ثابت خاطئ يقوله انت غلطان، انت اللي ضايقت فلان، انت اللي عملت الشيء الخطأ، انت انت انت. وهنا يجي الرول بتاع الانتي سايكوتكس في التريتمنت اللي هنقوله في الاخر خالص. يبقى لما بنيجي نعالج الدبريشن هديله انتي ديبريسيف دراج، انتي ديبريسيف دراج تمام. ولكن يجي يقول لك امتى تستخدم انتي سايكوتكس في عيان عنده ديبريشن؟ لو عنده سايكوتك فيتشرز اونلي، ده مش الرول ان انا استخدمه. ده بنسميه سايكوتك ديبريشن. يعني ايه سايكوتك ديبريشن؟ عيان عنده ديبريشن وذ سايكوتك فيتشرز. معظم السيمتومز بتبقى اكسسربيتنج في الصبح in the morning. ده بيحصل diurnal variation. ليه بتبقى اكتر في المورنينج؟ لو تفتكر في البداية قلنا العيان بيبقى عنده هايبر اكتيفيتي في النيورو اندوكراين ثيوري، هايبر اكتيفيتي للهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، فبتطلع الكورتيزول كتير، والكورتيزول اساسا بيطلع الصبح اكتر، فتلاقي العيان السيمتومز بتبقى الصبح اكتر. حتى تلاقي العيان او معظم الناس اللي بتصحى الصبح تيجي تكلمه يقول لك ايه ما تكلمنيش انا مقري في الصبح، افوق كده وبعدين ايه نتكلم. في حاجه احب اوضحها، الابيسود اوف ديبريشن اللي هو الحاله بتاعت الاكتئاب اللي هو العيان عنده ديبريست مود او انهيدونيا لمده اسبوعين تمام، او خلينا نقولها العيان عنده اكتر من او يساوي 5 سيمتومز من الاتي، بالشرط ان يكون فيها الديبريست مود او الانهيدونيا لمده اسبوعين، ده رقم واحد. قول اي حاجه بعد كده، انسوميا او هايبرسوميا، لوس اوف ابيتايت او ديزاير اوف ايتينج بتزيد تمام، البور كونسنتريشن، الفيلينج اوف جيلت، الفيلينج اوف وورثلسنس، كل دي السيمتومز اوف ديبريشن. لا يمنع العيان ممكن يفكر في السوسايد، ينتحر، ممكن يكون عنده سايكوتيك فيتشر. دي اللي بنسميها الميجور ديبريسيف ابيسود، ممكن تيجي للعيان مره واحده او تيجي بشكل متكرر. قال لك 50% من العيانين هتجيلهم مره واحده تمام، ال 50% دول ممكن تجيلهم سكند ابيسود. السكند ابيسود دول العيانين اللي جالهم سكند ابيسود 70% منهم هيجي لهم 3 اور مور ابيسود. العيانين اللي جالهم 3 اور مور ابيسود 90% منهم هيجي لهم انذر ابيسود. يبقى تاني لو عيان جاله ابيسود واحده بس احتمال 50% ان يجي له سكند، ولو جاله سكند احتمال 70% يجيله 3 او اكتر، ولو جاله 3 او اكتر احتمال 90% يجيله another episode. في نقطة احب اقولها اسمها الماتيرنال بلوز. البوست بارتم وومن اللي ما بعد الولادة بتبقى الفيميلز مكتئبة شوية نتيجة الهرمون التشينجز تمام، مش عايزين يختلط الامر معانا ان ده ميجور ديبريسيف ديس اوردر. هو الميجور ديبريسيف ديس اوردر بيحصل في البوست بارتم وومن من حوالي 10-15%، ولكن الماتيرنال بلوز بتحصل اب تو 50%. فلازم احط في بالي ديفرنشال دايجنوزيس لواحده والده حديثا ان ممكن يكون عندها ماتيرنال بلوز تمام. ده بتكون مايلد ديسفوريا مش حاجه ميجور. خلصنا اول واحد، هنعيد عليه بسرعه. قسمنا المود ديس اوردر لديبريسيف ديس اوردر، البايبولر ديس اوردر، واتيولوجيكال كلاسيفيكيشن تعتبر وكانها سب تايبس من كل واحد، لانها تقدر تعمل الديبريسيف والبايبولر. الديبريسيف اللي هو الميجور ديبريسيف ديس اوردر، وده اللي انا هعيد عليه سريعا وبعد كده هخش على الديسثايميك ديس اوردر. الميجور ديبريسيف ديس اوردر او اليونيبولر ديبريشن
الايتيولوجي بتاعه في بيولوجيكال فاكتور، وده قلنا بتحصل في المونوزايجوتيك توينز اكتر، ولو العيله نفسها مكتئبه وممكن ده ينتقل للولد، وقلنا في نيوروكيميكال ديسفانكشن في السيروتونين والدوبامين ونيورو اندوكراين هايبر اكتيفيتي في الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، يطلع كورتيزول كتير وده ممكن يعمل لك ديبريشن ويقلل الاميون سيستم. تمام. و السايكولوجيكال ثيريز او السايكولوجيكال فاكتورز او السايكوسوشيال الانتر بيرسونال نوسس والامبيرد انتر بيرسونال ريليشنز والديستورتد ثينكينج والليرند هيلبلسنس. وقلنا ان هو من ضمن الخمسه كومن ديس اوردرز، لازم العيان يكون عنده اكتر من او يساوي خمسه سيمتومز، يعني اتليست 5 سيمتومز، منهم الديبريسد مود او الانهيدونيا على الاقل لمده اسبوعين. وما تنساش تحط في بالك السكندري كوزس كديفرنشال دايجنوزس، سواء سابستنس ابيوز زي الاورال كونتراسبتيف بيلز، الكورتيكوستيرويدز، البنزودايزبينز، الباربيتريت، البيتا بلوكرز، الاوبيويدز، او ميديكال كونديشن زي الستروك، الاس ال اي، المالتيبل سكليروزس، تيومرز، نيوروسيفيلس، الديمنشا، الميتابوليك ديس اوردرز، هيباتيك فيلير، رينال فيلير، ادرينال فيلير، ثايرويد ديس فانكشن. السيمبتومز قلنا العيان يكون عنده على الاقل لمده اسبوعين يا اما ديبريسد مود او انهيدونيا، يا اما العيان بلس العيان ممكن يشتكي بانسوميا او هايبرسوميا، لوس اوف ابيتايت او ممكن ياكل كتير، سايكوموتور اجيتيشن تمام او ريتارديشن، لو انرجي، يحس ان هو جيلت او فيلينج اوف وورثلسنس وبور كونسنتريشن، عنده كوجنيتيف ميس انتربريتيشن انه بياخد النيجاتيف اسبيكت اوف ذا لايف، يبص على الجانب السلبي من الحياه، و15% ممكن ينتهي بيهم الامر للانتحار، بلس ان العيانين دول ممكن يكون عندهم سايكوتيك فيتشرز زي الديلوجن والهالوسينيشنز. وقلنا ان هما بتبقى اكتر في المورنينج. وما ننساش برضو من ضمن الديفرنشال دايجنوزس للميجور ديبريسيف ديس اوردر الماتيرنال بلوز. الديسفاينك ديس اوردرز او الديبريسيف نيروزس دي فورم من الميجور ديبريسيف ديس اوردر ولكن اقل شده، مايلد، ولازم العيان يقعد على الاقل سنتين يبقى كرونيك، يبقى مايلد اند كرونيك type of depression. وبتحصل في سن اصغر شوية، الميجور ديبريسيف قلنا بتحصل من 20 لـ 40، لا هنا بتحصل في سن اصغر شوية. طب لما هي بتحصل في سن اصغر شوية ولنفترض مثلا 12 سنة تمام، العيان عنده فرصة ان بعد 20 سنة يجيله الميجور ديبريسيف ديس اوردر، فبنقول عليها دبل ديبريشن. العيان هو صغير جاله ديثايميك ديس اوردر، ولما كبر جاله ميجور ديبريسيف ديس اوردر، ودي علاجها مينلي بيكون سايكو ثيرابي. ادي ديثايميك ديس اوردر تمام، ده مرحلة وسطية قبل الميجور ديبريسيف ديس اوردر. البلو مود ده اللي هو المود اللي بيكون العيان فيه متضايق، حاجة بسيطة، مايلد ديسفوريا، جنراليزد مايلد ديسفوريا، لو بقى أكتر وقعد لمدة سنتين بنسميه ديثايميك ديس اوردر، لو بعد كده معاه السيمتومز اللي احنا قلنا عليها بيبقى ميجور ديبريسيف ديس اوردرز. ديثايما والديبريشن تمام، هو ده لو الاثنين مع بعض حصلوا بنسميهم دبل ديبريشن. العلاج، علاج الديبريشن لو هو قال لك انه مايلد ممكن سايكوثيرابي الون، لو مودريت او سيفير لازم اديله انتي ديبريشنز دراج مع السايكوثيرابي. العلاج هنقسمه اربع خطوات، الهوسبيتاليزيشن والفارماكوثيرابي والالكتروكونفالسيف ثيرابي وسايكوثيرابي. احجز العيان امتى في المستشفى؟ لو هي سيفير كيزس او سوسايدال كيزس، لو هو يفكر ينتحر لا لازم العيان ده يتحجز في المستشفى. طيب الفارماكوثيرابي
عيان عنده ديبريشن، اديله ايه؟ هديله انتي ديبريسنت دراج. الانتي ديبريسنت دراج لمده قد ايه؟ وايه هي؟ ايه هي؟ في شابتر اسمه فارماكو ثيرابي، تمام؟ ده هنشرحه بالتفصيل، وهنشرح كل دواء وكل ميكانيزم وسايد افكت ان شاء الله بعد كده. لمده قد ايه؟ قال لك لو الابيسود بتاعت الميجور ديبريسيف مجرد واحده ومعهاش ديثايما ومع والريكفري كومبليت لمده 6 ل 9 شهور، تمام؟ يبقى من 6 ل 9 شهور لو هي ايه؟ مايلد. لو مودريت او سيفير يعني اكتر من او يساوي 3 ابيسودز في خلال 5 سنين، العيان لازم يتعالج على الاقل لمده 5 سنين، تمام؟ طيب هل هستخدم انتي سايكوتكس في حاله لو العيان جاله سايكوتيك فيتشرز؟ وساعتها سميناه سايكوتيك ديبريشن، يعني ديبريشن معاه سايكوتيك فيتشرز ان ذا فورم اوف ديلوجن او هاليسينيشنز، وبتكون مود كونجرنت، تمام؟ وساعتها هستخدم الانتي سايكوتكس. الكترو كونفالسيف ثيرابي، الالكترو كونفالسيف ثيرابي هو العلاج بالصدمه الكهربائيه. بص، بيحطوا جزئين من الجهاز هنا، تمام؟ يا اما هنشرحه بالتفصيل، يا اما بيكون البوزيشن اوف الكترودز بيكون باي لاترال باي فرونت وتمبرال للالكترودز، ويدي الكتريكال كارنت. الالكتريكال كارنت ده بيعمل جنرالايزد سيجر اكتيفيتي في البرين، وبتهدي الدبريشن عند العيانين. مين العيانين اللي هستخدم معاهم الالكترو كونفالسيف ثيرابي؟ لو عيان ريفراكتري ديبريشن. كلمه ريفراكتري يعني ما ينفعش معايا لا ادويه، تمام؟ ما ينفعش معايا فارماكو ثيرابي ولا نفع معايا سايكو ثيرابي، ده ريفراكتري، تمام؟ او الادويه ما استخدمتهاش من اساسا، بتكون كونترا انديكيتد انديكيتد، تمام؟ او ديبليتيتنج ميجور ديبريسيف ابيسود. يعني ايه ديبليتيتنج؟ يعني مثلا لو عيان عجوز وعنده ديبريشن وعنده نصف ابيتايت وما بياكلش لدرجه انه في ثريتنينج على حياته، ساعتها لازم استخدم الاي سي تي. او في سايكوتيك فيتشرز او في كاتاتونيك فيتشرز او العيان فكر انه ينتحر، تمام؟ كاتاتونيك فيتشرز احنا شرحنا الكاتاتونيا بالتفصيل في السايكاتريك سيمتومز اند ساينز. السايكوثيرابي هنشرحها بالتفصيل في شابتر خاص اسمه السايكوثيرابي، تمام؟ بس مبدئيا كده ممكن نستخدم الانتربيرسونال سايكوثيرابي او السايكو دايناميك ثيرابي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. هنخش على البايبولار ديس اوردر، تمام؟ البايبولر ديس اوردر ليه نفس الكوزس بتاعت الميجور ديبريسيف ديس اوردر، يا اما عيان مونو جينيتيك فاكتورز مونوزايجوتيك توينز، تمام؟ او الفاميلي فاكتورز، او الولد اتعرض ليه نيجاتيف لايف ايفنتس، او الستريسفول فاكتور في اللايف. بس عايزين نحط في بالنا من ضمن السكندري كوزس، من ضمن السبستانس ابيوز، مادتين مهمين جدا، الكوكين والالكوهول ويذرول. يبقى الايتيولوجي قلنا جينيتك وفي الفاميلي فاكتورز ونيجاتيف لايف ايفنتس وسوشيال فاكتور، تمام؟ وعندي فاكتور ثانيه اللي هي السكندري، قلنا يا اما ميديكال، وقلنا ميديكال زي الستروك اس ال اي ام اس تيومر سيفلس ديمنشا ميتابوليك ديس اوردرز، او دراجز الاورا كونتراسيبتيف بيلز ستيرويدز بنزودايزابينز باربيوتريت بيتا بلوكر اوبيويدز. وقلنا اهميه السكندري كوزز، ان انا لما اجي اخد هيستوري من العيان لازم اعمل اكسكلوجن للدراجز واكسكلوجن للميديكال ديزيزز، تمام؟ بس في ادويه مهمه اكتر من غيرها بتعمل بايبولار ديس اوردر، وهي الكوكين والامفيتامين والالكهول ويذرول. نحطهم في بالنا عشان كده لازم لو عيان جالي بي مانيك اتاك، واجل يعني ايه مانيك اتاك؟ بعد شويه لازم اتاكد واعمل توكسيكولوجيكال سكرين ايفن ان يورين، واشوف العيان واخد امفيتامينز وكوكين
ولا لا، يبقى السبستنس ابيوز الكوكين امفيتامين او ايفن الالكول ويذرول ممكن يعملوا بايبولر ديس اوردر. هتختلف ان البايبولر ديس اوردر الفيميل ميل ريشيو الاثنين متساويين تمام، ومعظم الحالات بتبقى ميس دايجنوست انها كوندكت ديس اوردر او سكيزوفرينيا. معظم العيانين اللي احنا شرحناهم من شويه اللي عندهم ديبريشن بعد شويه بيجي لهم بايبولر ديس اوردر. من 10-20% من العيانين اللي عندهم ديبريشن ممكن يجي لهم بايبولر ديس اوردر. البايبولر ديس اوردر هنقسمه 3 سب تايبس، بايبولر تايب 1 تايب 2 وسايكلوثايميك ديس اوردرز. البايبولر تايب 1 ده بيبقى كاركترستيك بحاجه اسمها مانيا تمام، والبايبولر تايب 2 بيبقى اسمها هايبو مانيا. هايبو يعني قليل، يبقى هو المايلد فورم اوف تايب 1. وسايكلوثايميك ديس اوردرز ده سايكلو يعني من اسمها سايكليك، حاجه دائريه، يبقى مود سوينجز تمام ما بين الهايبومانيا والماينور ديبريشن، هنعرف بعد شويه. بعد ما قسمنا البايبولر ديس اوردر لثلاث انواع، هاخد البايبولر تايب 1 اقسمه لثلاث انواع فرعيين منه، بايبولر مانيك وبايبولر ديبريشن وبايبولر ميكسد. يعني ايه بايبولر مانيك؟ العيان جاله مانيك اتاك اكتر من او يساوي من مانيك اتاك. يعني لو جاله مانيك اتاك واحده او اتنين او تلاته ده هسميه بايبولر مانيك تمام، بس باختصار شديد جدا 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 لمده ثواني. المانيك اتاك دي حاله من الهايبر اكتيفيتي، فلو العيان مينلي هايبر اكتيف يبقى ده بايبولر مانيك. طب لو العيان جاله هو اتشخص بانه بايبولر وبيجيله فترات من الاكتئاب بسميه بايبولر ديبريشن تمام. طب لو الاتاك جات له الاثنين مع بعض في نفس الوقت بسميه بايبولر ميكسد، يبقى عندي بايبولر مانيك بايبولر ديبريشن بايبولر ميكسد. قلنا البايبولر مانيك اكتر من او يساوي مانيك ابيسودز، وهقول لك ايه هي المانيك ابيسودز. بايبولر ديبريشن عيان بيجيله ديبريسيف ابيسودز اللي احنا شرحناها اول حاجه مع البايبولر ديس اوردر. بايبولر ميكسد دي ميكسد ابيسودز، العيان عنده الاثنين في السيم ابيسودز، عنده ميجور ديبريشن ومانيك سيمتومز. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر والكرايتيريا ان انا اشخص بايبولر تايب 1 ديس اوردر؟ اولا العيان بيبقى عنده elevated expansive mood، العيان عنده انبساط شديد وشعور بالسعادة المفرطة غير مفسرة، يبقى ده اول حاجة تمام، او irritable mood، وليس ده القاعدة. يبقى القاعدة ان العيان يكون hyper euphoric elevated expansive mood تمام، او irritable mood على الاقل لمدة اسبوع، unless لو الحالة شديدة جدا 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 واحتاج ان انا احجزه في مستشفى يبقى العيان مش لازم يرتبط باسابيع تمام، مع ثلاثة من السيمتومز اللي هقولهم بعد شوية، او اربعة من السيمتومز لو كان المود irritable. يبقى هو العيان مينلي بيجي elevated expensive hyper euphoric مبسوط جدا تمام، ولو جه الريتابل ساعتها هاخد اربعة من السيمتومز اللي انا هقولهم. وكالعادة لازم اعمل exclusion و differential diagnosis للميديكال ديزيزز والسبستانس ابيوز. يبقى تاني قصة العيان ده بتبدأ يخش في المانيك اتاك او المانيك ابيسودز، من تبدا كده ممكن تاخد لها ساعات اب تو دايز، وتبقى في البيك بتاعتها بعد اسبوع او اسبوعين تمام. علشان كده قلنا اتليست فور ايه 1 ويك، يبقى العيان لازم يجي له المانيك اتاك تمام فور 1 ويك. العيان بيكون مبسوط جدا جدا جدا، عنده شعور بالانبساط والسعاده المفرطه،
العيان حاسس انه عظيم، انه مفيش زيه، بيتكلم كتير جدا جدا جدا، عنده حاجة اسمها فلايت اوف ايديا، عنده افكار كتيرة جدا، مش عارف يوصل لفكرته، هايبر اكتف، نشيط، ما بينامش، بيسهر الليالي، عنده انسوميا، ديستراكتبل، مش مركز في التارجت معين يعمله، ممكن يبقى عدواني، هو عايز يروح مثلا يكسر الازاز هيروح يكسره، وات ايفر ايه العائق اللي ممكن يعيقه هو هيعمله. هو عيان عنده شعور بالانبساط، عنده هايبر اكتيفيتي، عنده هايبر ايفوريا، هايبر توكتيف، طايش، ممكن يبقى معاه فلوس كتير جدا 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 يصرفها في كل حاجه، ما عندوش اي شعور بالذنب، بالعكس ده عنده شعور بالعظمه، عنفواني، ممكن اب تو انه يتحرش جنسيا بالاخرين، عيان طايش، هايبر اكتف. دي اسمها هيدونيزم. ايه الهيدونيزم ده؟ الهيدونيزم ده اللي هو النشاط الزياده ناحيه السعاده، يعني قلت لك ممكن العيان يروح ويسافر ويصرف فلوسه، ممكن يتحرش جنسيا، ممكن يخش الحفلات الجنسيه، الحفلات القمار، هو ده الهيدونيزم، وده بتبقى سيمتومز من المانيك ايبيسودز. ممكن ضمن المانيك ايبيسودز دي يبقى العيان عنده psychotic features، delusions أو hallucinations. 15 ل 20% من العيانين ممكن ينتحروا، ينتهي بهم الأمر للسوسايد. العيانين اللي عندهم manic episodes ممكن يخشوا في depression، تمام، خلال أسابيع، وساعتها قلنا bipolar depression. بص معايا الراجل ده إزاي، بص هايبر اكتف ازاي، وعنيف ازاي، وبيلعب ازاي، ومليان نشاط ازاي، عمال يزعق ازاي، بص سعيد ازاي، تمام، وفجأة واحدة ايه هيخش ايه في اكتئاب، يبقى ده بايبولر ديبريشن. لو ما دخلش في اكتئاب يبقى اسمه بايبولر مانيك، دي برضو بايبولر ديس اوردر، تمام، او خلينا نقول انها البايبولر ديبريشن، لان هو فيها المانيك اتاك والديبريسيف سيمتومز. بص دي المانيك فيز او المانيك ابيسود، قلت لك العيان بيتكلم كتير جدا جدا جدا، هايبر اكتف، ممكن يسهر ليالي، ايزي ديستراكتبل، بيعمل حاجات كتير جدا، ممكن يروح يصرف فلوسه، ممكن يروح الحفلات، عنده حاجه اسمها الهيدونيزم، تمام، ممكن يبقى اجريسيف، ممكن يزعق، ممكن يضرب، ودي برضو صوره للمانيك ابيسودز. ده الكلام كله اللي احنا قلناه، خلصنا بايبولر تايب 1، تمام، اللي احنا قلنا عليه البايبولر في تايب 1 تايب 2 و سايكلوثايميك ديس اوردر. التايب 1 قلنا بايبولر مانيك، بايبولر ديبريشن، بايبولر ميكسد، وقلنا ان العيان بيبقى هايبر اكتف، هايبر ايفوريك، اليفيتد اكسبانسيف مود على الاقل لمده اسبوع الا لو اتحجز في مستشفى، تمام، والاكسبشن انه يبقى اريتابل مود، بحتاج 3 سيمتومز لو هو هايبر ايفوريك، وبحتاج 4 سيمتومز من اللي انا قلتهم لو هو irritable mood. ما انساش اعمل exclusion للsubstance abuse، وقلنا من اهمهم الكوكين، الامفيتامين، الكحول withdrawal او الميديكال diseases. طيب ايه الفولوينج سيمتومز؟ كل السيمتومز اللي احنا قلناها دي، ان العيان بيبقى هايبر ايفوريك، اكسبانسيف، elevated mood، بيحس feeling of grandiosity، بيوصل للايم بتاعه even لو الايم ده aggressive، بيبقى عنده انسوميا، فلايت اوف ايديا، ايزي ديستراكتابيلتي. السيمتومز دي بتبدا من اورز تو دايز، توصل الصوره بتاعتها بعد اسبوع او اتنين. عنده حاجه اسمها الهيدونيزم، اللي هو النشاط الزياده في الحاجات زي القمار، يصرف الفلوس، زي الحفلات الجنسيه، وممكن يبقى معاهم سايكوتيك فيتشرز، وفي الاخر ممكن يبقى ينتحر.
بايبولر تايب 2 ديس اوردر اللي هي الهايبومانيك ايبيسود، العيان ما عندوش المانيك اتاك خالص، بينما عنده حاجه اسمها هايبومانيا، دي بتبقى مايلد فورم مايلد سيمتومز من المانيا بس على الاقل لمده 4 ايام. تمام، بص دي المانيا دي الهايبومانيا اقل لازم لمده 4 ايام، ده النورمال مود، ده الهايبومانيا، ده المودريت مانيا، ده السيفير مانيا. احنا الهايبومانيا دي المايلد ايه فورم. طب السايكلوثايميك ديس اوردرز لازم على الاقل تبقى لمده 2 سنين، العيان بيبقى عنده مود سوينجز من الهايبومانيك سيمتومز وماينور ديبريشن مش ميجور ديبريشن، يبقى هو ما بين الهايبومانيا ومايلد ديبريشن ماينور ديبريشن، حاجه بسيطه جدا، بيبقى فيه مود سوينجز. تمام، ده على الاقل لمده اسبوعين لمده 2 سنين. لو افترضنا ان العلامه دي هي نورمال مود، تمام، بص الجو جميل ازاي والطيور طايره ازاي، تمام، لو المود ضاع وبقى هايبر اكتف حاجه بسيطه هسميه هايبومانيك، لو بقى هايبر اكتف وسيفير وفي الكرايتيريا اوف مانيك بقى اعلى حاجه خالص. طب الجو الجميل ساء حاجه بسيطه اللي هي المايلد فورم للميجور ديبريسيف ديس اوردر اسمها ايه ديثايميك مود، ولو ساء خالص الوضع هسميها ميجور ديبريسيف ديس اوردر. وما ننساش ان ممكن العيان يبقى ميكسد بايبولر ديبريشن. علاج البايبولر ديبريشن ايه؟ هوسبيتاليزيشن، فارماكوثيرابي، تمام، والكتروكونفالسيف ثيرابي وسايكو ثيرابي. الهوسبيتاليزيشن كالعاده لو العيان عنده سيفير كيسز او سوسايدال اتمتس، تمام، او يبقى سيفير اجريشن واجيتيشن. فارماكوثيرابي هنا بدي للعيان مود استابيلايزر، المود استابيلايزر اتعملت علشان العيان المانيك اتاك، يبقى بدي للعيان المانيك مود استابيلايزر. افتكر كده البايبولر ديس اوردرز تعالج بالمود استابيلايزر مع الانتي سايكوتكس. الانتي سايكوتكس هنا بديها سواء العيان عنده سايكوتيك فيتشرز ولا لا، لقوها بتحسن الاوتكم بتاع العيان، يبقى مود ستابلايزرز مع انتي سايكوتكس. طب هكمل العلاج لقد ايه؟ من 4 لـ6 شهور بعد السيمتومز لما تروح. تمام، هكمل العلاج مود ستابلايزر وانتي سايكوتكس من 4 لـ6 شهور، وبعد ما يخلص الـ4 6 شهور من العيان سيمتوماتيك فري بدي مود ستابلايزر مينتننس ثيرابي كبروفيلاكسس وبريفنشن ان هو يخش في ريكارنس للمانيك او الدبريشن اللي ممكن يجيله. طيب واحد يقول لي طب انا ما اديش ليه العيان انتي ديبريسنت؟ تمام، الانتي ديبريسنت لو العيان عنده بايبولر ديبريسيف ايبيسود غلط تديله انتي ديبريسنت. ليه؟ هتدخل العيان في حاجة اسمها رابيد سايكلينج بايبولر ديس اوردر. انا سرعت العجلة بتاعت البايبولر ديس اوردر لدرجة ان بيجيله اكتر من او يساوي 4 اتاك في السنة. فلو العيان عنده بايبولر ديبريشن بلاش انتي ديبريسنس عشان ما تدخلوش في الرابيد سايكلينج بايبولر ديس اوردر. العلاج بالصدمه الكهربائيه الالكترو كونفالسيف ثيرابي نفسها، تمام، لو العلاج ريزيستنت او ريفراكتوري او كونترا انديكيتد او سايكوتيك فيتشرز، تمام، نفس المنطق. سايكوثيرابي عشان اقول العيان يتعاون معايا ويتعاون مع الدواء وافهمه الاعراض اللي جات له دي اعراض نفسيه وان هو ما كانش كده. تمام كده خلصنا المود ديس اوردر. الام سي كيو موجود عندكم في الكتاب، مهم جدا جدا جدا. تمام، هنحل دلوقتي كيسز مع بعض، ودي اسئله الريتنج كويستشنز اللي جت قبل كده السنين اللي فاتت. ممكن نحل الكيس دي، انا هسكت لمده ثواني ويستحسن برضو يعني انت تقراها. تمام،
لو ما لحقتش تقراها وقف الشرح واقراها براحتك وبعد كده ارجع اسمع. دلوقتي هو بيقول لك عيانة عندها 32 سنة، تمام، قال لك عندها ديبريشن وإريتابل، تمام، وبتصحى الساعة 3 الفجر، يعني عندها انسوميا مش عارفة تنام تاني، وبور كونسنتريشن ولوس اوف ابيتايت ولوس اوف ويت ولوس اوف انترست في السكشوال اكتيفيتي وميتنج بيبول، تمام، وعيلتها. يبقى لغاية كده قال لي ان العيانة عندها ديبريشن وانهيدونيا لوس اوف انترست بلس، يبقى اول سيمتوم اللي كانت مانداتوري بلس السيمتومز بتاعت الديبريشن اللي هي كانت الانسوميا والاريتابيليتي والبور كونسنتريشن واللوس اوف ابيتايت، تمام. يبقى ده لغايه كده انا هقول ميجور ديبريسيف ديس اوردر. بس رجع قال لك ايه؟ قال لك انها بتسمع اصوات، تمام، وحاسه بفيلينج اوف جيلت او سن، تمام. يبقى انا هنشخص ايه؟ سايكوتيك ديبريشن، ميجور ديبريسيف ديس اوردرز وذ سايكوتيك فيتشر. الاجابه تتكتب كده، عيانه عندها ميجور ديبريسيف ديس اوردر وذ سايكوتيك فيتشر. سايكوتيك فيتشر اللي هي ايه؟ اوديتوري هالوسينيشنز، تمام. وقلنا لازم اعمل اكسكلوجن لدراجز وميديكال ديزيزز، اكسكلوجن لسبستنس ابيوز وميديكال ايلنس. اهو قال لك ان منى ما جالهاش ابنورمال اليفيتد مود، يعني مش يعني عايز يقول لك ان منى مش باي بولر ديبريشن، منى ميجور ديبريسيف ديس اوردر فقط نوت ان اني ميديكيشن. يبقى هو عمل لك اكسكلوجن للدراجز وقال لك الميديكال اكزامينيشن نورمال، ميديكال اكزامينيشن جنرال ونيورولوجيكال وجي اي تي وكله نورمال. يبقى هو عمل لك اكسكلوجن للميديكال كوزس، يبقى عمل اكسكلوجن للميديكال ديزيزز والميديكيشن. يبقى هقول الدايجنوزس بتاعي ميجور ديبريسيف ديس اوردر، تمام، وذ سايكوتيك فيتشرز. اقراوا الكيس الثانيه. لو ما لحقتش تقراها وقف واقراها. قال لك احمد 23 سنه جيل ايمرجنسي، كان اجريسيف، تمام، ناحيه العيله، وليه محاولات سيكشوال للفيميلز، وبيتخانق مع الجيران، وبيفضل صاحي طول الليل، وحاسس ان هو هاي وانرجيتك، تمام، وحاسس ان النوم ده ويست اوف تايم، وبيتكلم فيري رابيد، تمام، ومن وان ايديا تو انذر، بيصرف فلوسه على متعته، حاسس ان هو تالنتد وبيسمع اصوات، تمام. طيب لغايه كده احنا ممكن، او قبل الاصوات دي، ممكن نشخص احمد ان هو عنده بايبولر ديس اوردر تايب 1 سب تايب بايبولر مانيك اتاك، تمام. ليه؟ لان هو قال لك ان احمد عنده elevated mood، تمام، عنده feeling high، قال لك ان احمد talkative جدا، عنده fight of idea، عنده insomnia، تمام، بيتحرش جنسيا بالاخرين، بيصرف فلوسه، hyperactive. يبقى كل ده ماشي مع المانيك اتاك، تمام، بس هضيف معاها with psychotic features، لان في بيجي له اصوات بتقنعه ان هو شخص موهوب والناس غيرانه من موهبته الفذه، تمام. طيب ما ننساش نعمل اكسكلوجن لحاجتين، للميديكال ديزيزز والميديكيشن. قال لك ايه؟ ميديكال اكزامينيشن كان نورمال، يبقى هو عمل اكسكلوجن، وقال لك اليورين دراج سكرين كان نيجاتيف للدراجز، يبقى هو عمل اكسكلوجن للسبستانس ابيوز او الميديكيشن. دي الكيس تالتة، تمام. نفسها برضو، تمام، قال لك ان ده طالب جيل ايمرجنسي، و بقاله اكتر من 6 اسابيع، اهو عدى الشرط بتاع الاسابيع، تمام، ومش قادر يستحمل all the pressure at school، يعني تمام،
ومش قادر ينام وخس والابيتايت قلت ومش قادر يركز واللو انرجيتك ومش قادر يعمل حاجه والريتابل، لغايه كده هنقول ده ميجور ديبريسيف ديس اوردر. بس رجع قال لك ايه؟ هيرينج فويسز، يبقى نقول مع سايكوتيك فيتشرز. دي كيس رابعه. طيب هو هنا بيقول لك ان العيان عنده انسومنيا، ما نامش ايه بقاله 4 اسابيع، ونشيط جدا جدا جدا، وبيشتري حاجات جديده وبيضايق في كل الناس، تمام، والبيهيفير بتاعه على غير العاده والريتابل، تمام، والعيان بيتكلم فيري رابيد ولاود، تمام، وصعب انك تقطعه وحاسس انه جريت، يبقى ده واضح جدا انه بايبولر ديس اوردر تايب 1، تمام، السب تايب بايبولر مانيك اتاك، تمام، بس هنتاكد معاه سايكوتيك فيتشرز ولا لا. قال لك ايه؟ هي دينايز ان هو بيفكر ينتحر، تمام، او هالوسينيشنز او ديلوجن، يبقى من غير سايكوتيك فيتشرز. دي كيس جت في الامتحان. يبقى دي بايبولر مانيك، نفس الفكره. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم شرح السايكاتري الفتره الجايه. ربنا يوفقكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.